الو الو بابا، كيف حالك؟ ايش في؟ ايش تبغوا؟ بابا ماما مو راضيه تخليني العب، وعندي مذاكره مره كثيره. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا فاضل ذا الكلام؟ نادي لي ماما بسرعه. يلا حاضر حاضر. ايوه حسام، ايش في؟ يعني انا جالس في السياره بالساعات قاعد اشتغل، ومن تليفون لتليفون، ومن واحد لواحد، خلاص يعني انتوا ما انتوا عارفين تحلوا مشاكلكم بنفسكم؟ انت ما انت عارف تحلي مشاكلك مع بنتك؟ خلاص خلاص اسفين، هي اللي اتصلت عليك. يلا مع السلامه. مع السلامه. ثمة نوع اخر هو حاضر غير متفاعل، يرجع البيت لكنه في مكتبه يقرا، او في ملحقه يتابع مبارياته. طيب وين انا في البيت؟ لكنه حضور سلبي، مثله مثل قطعة الأثاث في المنزل، لا تأثير فيه على أبنائه ولا على الحضور. يأتي للمناسبات لكنه يأتي لرفع العتب.